عم سيد ناجي، سيد ناجي، وهذا أيضا يدلله ما أشرت إليه مصادر محلية في جنوبي ولاية سنار بالأمس، أن قوات الدعم السريع قتلت 42 مدنيا بالمنطقة وأصابت آخرين ونقل عدد منهم إلى مستشفى الدمازين جنوبي البلاد. أشارت المصادر أيضا إلى تهجير قسري لجميع أهالي هذه المنطقة بعد المجزرة التي نفذتها قوات الدعم السريع. في أي إطار تقرأ استمرار المجازر بهذا الشكل رغم وجود مفادهم في جنيف وبرعاية أمريكية؟ يعني هذه محاولة بائسة ومحاولة فاشلة للضغط على الشعب السوداني. ميليشيا الدعم السريع يعني هي نجحت بشكل كبير وانتصرت بشكل كبير على المواطن السوداني المغلوب على أمره الذي لا يحمل سلاح. انتصرت على المواطن الموجود في مناطق الزراعة، في المناطق المدنية، في القرى، في المناطق البعيدة عن المواقع الاستراتيجية العسكرية. هي تحاول أن تشكل ضغطا على الحكومة السودانية، تحاول أن تخلق رأيا عاما مناوئا حتى يتحدث الناس ويقولوا لماذا لا يذهب الجيش للتفاوض، ولماذا لا يفاوض الجيش قوات الدعم السريع ونحن نقتل في مدننا وقرانا. هي تستهدف المدنيين، هذا دأبها، لكنها لا تستطيع أن تقارع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والقوات المشتركة والمستنفرين. كلما كانت هنالك مواجهة بين الميليشيا المتمردة والقوات المسلحة والمستنفرين والقوات المشتركة فشلت هذه الميليشيا. أكثر من مرة حاولت أن تدخل إلى السكنات العسكرية، حاولت أن تدخل إلى سلاح المدرعات وغيره من الأسلحة، لكنها فشلت. الفرقة 11 بابانوسا وغيرها من المواقع فشلت أن تدخلها، لكنها تنجح جدا وهي تستهدف المدنيين العزل وهم موجودون في مناطق الزراعة. يا سيدي، ولاية سنار وولاية الجزيرة معروف عنها أنها ولايات زراعية بامتياز، تمتاز بالزراعة، هنالك أراضي خصبة كبيرة جدا وشاسعة. أهالي هذه الولاية يشتغلوا بالزراعة، هذه مهنتهم الأولى. لماذا تتوجه إليه ميليشيا الدعم السريع؟ لماذا تسيطر على ولاية الجزيرة وولاية سنار وليس فيها يعني قيمة استراتيجية عسكرية؟ أنا أتحدث من ناحية عسكرية، يعني ليست هنالك قيمة استراتيجية لولاية الجزيرة وولاية سنار، فقط تريد أن تضغط على المواطنين العزل يشكلوا رأيا عاما ضد الجيش، يجبروا القوات المسلحة على الذهاب للتفاوض. وهنا السؤال، سيد ناجي، ما جدوى هذه المفاوضات التي تنعقد في جنيف وعلى مدار أكثر من 10 أيام؟ بدأت بالأمس والجيش ليس موجودا فيها والحكومة السودانية ليست موجودة فيها، ما جدواها إذن؟ في تقديري الخاص الولايات المتحدة الأمريكية لديها 3 أهداف من هذه المفاوضات. الهدف الأول هو إنقاذ دولة الإمارات. الإمارات العربية المتحدة بحسب تقارير خبراء الأمم المتحدة هي ضالعة في هذا الصراع، هي متهمة بحسب هذه والأدلة موجودة في تقارير والثاني الأمم المتحدة نفسها. والهدف الثاني، لأن الوقت ينتهي، معذرة أستاذ أحمد، تفضل. الهدف الثاني محاولة إقحام مجموعة سياسية وهي مجموعة التقدم، محاولة إقحام مجموعة التقدم في الحكم. مجموعة التقدم عندما كان اسمها الحرية والتغيير كانت لديها فرصة كبيرة أن تحكم السودان، لكن تقديراتها الخاصة كانت فاشلة، لم تستطع أن تحكم السودان بأي شكل من الأشكال. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أيضا أن تخرج بنصر الانتخابات الأمريكية على الأبواب. الحزب الديمقراطي حتى الآن موقفه صعب جدا، يعني ليس لديهم شيء، فشلوا في غزة، فشلوا في الحرب الروسية الأوكرانية. نعم. وهم يفشلون أيضا في الملف السوداني لأنهم فضلوا خيارات لم يختارها الشعب السوداني، خيارات ضد رغبة الشعب السوداني. ماذا عن محاولة إحياء ميليشيا دعم السريع من جديد سيد أحمد؟ وأختم معك في كلمتين. وهذا هو الحديث عن المسار الإنساني. السودان لديه تجربة بالمناسبة مع المنظمات الدولية في حرب جنوب السودان، كانت هنالك محاولة لإيصال المساعدات وبعدها السودان يعني فهم الجميع أن هذه عملية كان اسمها شريان الحياة، كانت تحاول أن توصل الأسلحة في ذلك الوقت للحركة الشعبية لدكتور جون غارنغ. الحديث عن المساعدات الإنسانية هو أيضا القصد منه إيصال مساعدات، لكنها لا تحمل أغذية ومساعدات السودانيين بل تحمل أسلحة لميليشيا الدعم السريع التي أصبحت الآن محاصرة، لا يصلها إمداد السلاح، لا يصلها مرتزقة. جميع الذين دخلوا إلى السودان أكثر من 126,000 مرتزق هم الذين هلكوا في أرض السودان، لك أن تتخيل. هذا غير نعم سيد ناجي، أشكركم، هذه شكرا. هذه القوات المسلحة 126,000
مرتزق. وصلت الفكرة سيد أحمد ناجي الصحفي السوداني، أشكرك شكرا جزيلا وأعتذر لك على المقاطعة لانتهاء وقت حلقتنا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.